يستعد المنتخب الوطني الجزائري المحلي لمواجهة كوت ديفوار في الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين يوم الجمعة القادمة على ملعب نيلسون مانديلا. وكان المنتخب الوطني الجزائري المحلي قد حقق العلامة الكاملة في الدور الأول لشان 2022 بعد أن فاز بمبارياته الثلاث بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ نحو 12 سنة، أي منذ نسخة السودان عام 2011. وشهدت تدريبات الخضر للمحليين أمس الثلاثاء بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى عودة القائد أيوب عبد اللاوي نجم نادي مولودية الجزائر إلى التدريبات الجماعية للخضر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المواجهة الثانية أمام إثيوبيا. وبالمقابل تدرب الثنائي شعيب دبيح وحسين دهيري على انفراد بعد أن غاب عن تدريبات يوم الاثنين، وكان المهاجم دبيح قد أصيب في المواجهة الافتتاحية أمام منتخب ليبيا وغاب منذ ذلك التاريخ عن تدريبات الخضر، في حين أن المدافع دهيري أصيب في المواجهة الأخيرة أمام الموزمبيق. وبنسبة كبيرة لن يكون اللاعبين دبيح ودهيري جاهزين لمواجهة الدور ربع نهائي أمام كوت ديفوار، حيث سيخضعان للبرنامج المعد من طرف الجهازين الطبي والفني، لكن الجهاز الطبي استبعد مشاركتهما بصفة أساسية وعلى وجه الخصوص دبيح الذي كان يعد خيارا أساسيا لبوغرا، لكن عدم جاهزيته الفنية قد تغير خطوط الماجيكي للمباراة الحاسمة. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.